بعد فرض عقوبات على روسيا وعزلها اقتصاديا إلى حد كبير جراء حربها على أوكرانيا، حذر الكرملين دول الاتحاد الأوروبي من قطع إمدادات الغاز الروسي بشكل كامل في حال لم تدفع الدول ما يترتب عليها من التزامات بالروبل. تحذيرات انتقلت لأرض الواقع، فقد قطعت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا لعدم سدادهما بالروبل. ورغم استعداد البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لهذا السيناريو، قال إنهما سيحصلان على كمية الغاز الناقصة من مصادر أخرى. وفي الوقت الذي تعتمد فيه بلغاريا على الغاز الروسي بشكل كبير، ردت الحكومة على قطع الإمدادات بأنه انتهاك للعقد المبرم حتى نهاية العام، مع الجانب الروسي رغم تسديدها كامل المستحقات المطلوبة، ما يشكل خطرا على بلغاريا خصوصا بتسديد مدفوعات بدون تلقي شحنات غاز من روسيا. وبشأن البدائل عن الغاز الروسي، فقد أعلنت بلغاريا عدم نيتها فرض أي إجراءات لتقييد الاستهلاك حاليا حتى إيجاد بديل عن الغاز الروسي. أما بولندا فقد أعلنت عدم نيتها تمديد عقد الغاز مع غازبروم نهاية العام ولن تدفع بالروبل، مؤكدة جاهزيتها من احتياطي الغاز بنسبة تصل إلى 75%. ينضم إلينا أستاذ الاقتصاد في جامعة كارديف الدكتور عبد اللطيف درويش. دكتور مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا. دكتور، هذه الإجراءات الأوروبية هل بدأت تعود معاكسة عليها والضغط الآن على الاقتصاد الأوروبي يزيد أكثر مما هو عليه على الاقتصاد الروسي؟ طبعاً هي فن إدارة الأزمة، يعني من جزء من حل الأزمة هي تعميم الأزمة أو توسيع إطارها وتوسيع المتضررين منه. القوى الغربية دائماً تستعمل الضغوطات الاقتصادية لخلق تفسخ في السلطة الداخلية في روسيا، وهذا حلم، وأيضاً خلق مشاكل اجتماعية من خلال رفع مستوى الغلاء. هذا لم يحدث في روسيا نتيجة توفر الطاقة والسلع الرئيسية للمواطن الروسي. أما في الجانب الغربي، فعملية توسيع المتضررين من خلال هذه الأزمة، من خلال قطع الغاز، وهي تأخرت أنا حتى في رأيي روسيا في استعماله، سيضر باقتصاديات هذه الدول بشكل كبير. أيضا ارتفاع معدلات الطاقة، يعني مجرد التصريح رفع الغاز لأكثر من 24%، وهذا سيرفع الأسعار والتكاليف الإنتاج وسيؤثر على مستويات النمو التي انخفضت حتى في أحسن الدول، وهي ألمانيا من 4.8 إلى 1.8 معدلات النمو المنتظرة في ألمانيا، فما بالكم في الاقتصاديات الأخرى. الدول شرق أوروبا وخاصة بولونيا وبلغاريا وبقية دول أوروبا الشرقية، مؤسسات أو محطات إنتاج الكهرباء لا يمكن إلا أن تستخدم فقط الغاز، ولا يمكن استعمال الديزل ومصادر طاقة أخرى، فبالتالي هذا سيخلق مشكلة كبيرة. في أحسن الأحوال العديد من الدول لديها احتياطي لا يتجاوز 4 أشهر. هناك ألمانيا على سبيل المثال في 2025 ستواجه مشكلة إلى تم قطعها عن ألمانيا ولم تستجب إلى موضوع دفع بالروبل. أنا أريد أن أنوه إلى أنه لا، الأخبار تقول أنه فقط دولتين تجابوا وهي النمسا والمجر في دفع بالروبل، ولكن أنا أعتقد أن 10 دول أوروبية الآن تدفع بالروبل بطريقة أو بأخرى. كيف يمكن لها أن تدفع بطريقة أو بأخرى؟ هناك وضع وكلاء لشركات يتم الدفع لها، وهي شركات غربية أو روسية على سبيل المثال. تم أيضا الاتفاق مع روسيا أن يتم الدفع باليورو، ويصنف البنك المركزي الروسي بتستبدالها بالروبل ويحدد ما هي المبالغ التي تندفع. وأنا أقول هنا ارتفع أسعار الروبل، فبالتالي ارتفعت أسعار الطاقة في الوقت الذي انخفض فيه سعر الصرف لليورو، وهذا نتيجة انخفاضات معدلات النمو. هناك خلافات في المعسكر الأوروبي لعدم استجابة للضغوط الأمريكية والذهاب أكثر من ذلك في العقوبات. العقوبات هي المرة الأولى التي تقوم روسيا بخطوة عقابية على الوقت الذي الغرب قام بمصادرة العمال غير قانونية كثيرة، مصادرة حتى أملاك الأفراد الروس واستثماراتهم في الاتحاد الأوروبي.
هي أكثر من 6000 عقوبة. فماذا ينتظر الاتحاد الأوروبي أو الدول الغربية من روسيا يعني بعد كل هذا؟ طب دكتور أنا آسف للمقاطعة، لكن اسمح لي بسؤال أخير. أشرت إلى نقطة أن الغرب أراد أن يقوم بعمل بلبلة داخل روسيا عن طريق هذه العقوبات الاقتصادية. هل يخشى الآن على الدول الأوروبية من حدوث بلابل داخلية بسبب الأوضاع الاقتصادية فيها؟ نعم، سنواجه في المرحلة المقبلة انتخابات مبكرة في العديد من الدول الأوروبية. أنا أقول على سبيل المثال، نتوقع انتخابات مبكرة نتيجة غلاء الأسعار في اليونان، قد تكون في شهر أكتوبر، نتيجة يعني الحكومة محظوظة أنه يفصل بين أكتوبر والشهر الحالي فترة الصيف. نعم. وبالتالي ستكون هناك انتخابات مبكرة، هناك انخفاض معدلات النمو، ارتفاع معدلات الفقر، عجز في المستحقات، قدرة الأفراد والمؤسسات في الإيفاء بمصاريفها وتكاليف العمليات هي الخاصة بها، وأيضا الإيفاء بمستحقات ديونها. فهذه مشكلة مالية كبيرة، وأعتقد أنها يعني عاد السحر على الساحل. شكرا جزيلا لك أستاذ الاقتصاد في جامعة كارديف الدكتور عبد اللطيف درويش، كنت معنا من أثينا.